بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. بدايه كل عام وانتم بخير، ايام ونستقبل عيد الاضحى المبارك، وهنيئا لمن هم يلتقون رحاب الله ومناسك الحج، عقبالنا زيهم جميعا. وعلى مدى الاسابيع الماضيه عشنا زلزال النظام الأساسي للأندية والهيئات الرياضية، والذي أوشك على الانتهاء تقريبا 90% من الأندية والهيئات الرياضية، خلصوا نظامهم الأساسي وباقي القليل. ولكن إذا كان الزلزال أوشك على الانتهاء فربما نترقب توابعه، ولكن هل يكون للمرة الأولى للتوابع تأثير أكبر من الزلزال؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. فعلا ساعات قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك، أعده الله عليكم وعلى مصر كلها بكل اليمن والخير والسعادة بإذن الله تعالى. فرغت الأندية جميعها أو معظمها بالفعل من قضية النظام الأساسي، ويتبقى القليل، لكن أعتقد الشأن الفني كمان أكثر أهمية وأكثر جاذبية وأكثر إلحاحا لدى الجماهير، لأنه كل اللي بيحصل بهدف ترتيب الأوضاع كلها للموسم الجديد. الموسم الجديد عندنا ارتباطات كبيرة جدا، الموسم الجديد طرق الأبواب سريعا، داخلين على مباراة ولا أصعب ولا أهم ولا أكثر أهمية من كده، يوم الخميس إن شاء الله تعالى مصر وأوغندا في كامبالا، مباراة فارقة في مسيرة الكرة المصرية يا باشمهندس. روعة هذا الشهر. انه بيحطك قدام احداث تاريخية مؤثرة في تاريخ الأندية، في تاريخ المؤسسات، في تاريخ حتى كل الاتحادات، بطولة عالم في الكرة الطائرة تحت 19 سنة و23 سنة. انجاز الخماسي الحديث. الخماسي الحديث. ما شاء الله. الكاراتيه. الحاجات. التايكوندو. التايكوندو. حاجات كلها وكلها نتائج تخليك تفرح وتخليك تتفائل. لأول مرة المركز الخامس 23 سنة في الكرة الطائرة، شيء رائع. وأيضا يسير 19 سنة على نفس النهج، ربما يحقق مراكز أفضل، ولكن على الأقل ممكن يبقى خامس. إذن نحن وبالنسبة للأندية، القانون صدر، اللوائح، نماذج اللوائح الاسترشادية اتبعتت لكل الأندية والهيئات، معظم الأندية وفقت أوضاعها. نستقبل مستقبل مليء بالجدل، وهو ده اللي انا كنت عايز اقوله يا استاذ ابراهيم. احيانا نعيش العناوين اكتر ما نعيش المضامين. ازاي بقى؟ عايزين القانون، قانون الرياضه، وينسوا الناس يناقشوا نفس القانون. فتبص تلاقي بعد ما يصدر يبتدوا يناقشوه من خلال الممارسه، يقول لك ده في عيب كذا وفي عيب كذا وفي عيب كذا، لاننا استغرقنا العنوان. عايزين بقى قانون جديد، عايزين بقى قانون جديد. وكان وانت لو تذكر ان انا قعدت احزم من هذا الامر، يا جماعه بنتكلم على القانون من غير ما نعرف ايه هو. نفسنا اتكلمنا على حلم يعني تغيير القانون بتاع الرياضه دون ان نناقش طب احنا هنحكم بايه. فما ان صدر حتى بدات الاعتراضات. نفس الشيء بالنسبه للوائح التنفيذيه اللي الناس هتمشي عليها، صدرت عشان تحدث الجدل وتحدث الخلاف وتحدث ربما الخروج. يعني لما تشوف حالة النادي الأهلي حالة تستوقفك. النادي الأهلي مصر ان هو يمشي بمنهج هو مقتنع بيه جدا، وبيقول لك ده من حقي اعمل جمعيات عمومية زي ما انا عايز وعلى يومين وفي مقرين والكلام ده. اللجنة الأولمبية بتقول ده غير قانوني. احنا ازاء مشهد غريب جدا لم يحدث قبل كده ولم يتعرض له النادي الأهلي. نتمنى ان يخرج منه النادي الأهلي سالما غانما محققا اهدافه وبما يحقق الخير لمستقبل هذا النادي. طبعا كان لنا راي وكان لنا توجه، خشيه من هذه اللحظه ان احنا نقف في لحظه التباس مش عارفين نتيجتها ايه.
ما علينا، مش هنرجع نتكلم في اللي قلناه قبل كده، لكن هنتكلم ونقول ان ايا كانت الاوضاع عشان نطمئن الناس. بس يا جماعه هو اللائحه دي ايه؟ ده مجلس الاداره ممكن يغيرها بعد كده، مش عايزين نقف انها تشكل عائق لاي حد. وعلى فكره يا استاذ ابراهيم، لا يوجد منتصر وخاسر في هذا الامر، دائما الناس تتناقش وكل واحد يتصلب لرايه، بحيث ان ايه، انا منطقي اللي كسب وشفت بقى. لا توجد شماته ولا يوجد انكسار ولا يوجد هزيمه، في تبادل الاراء، فكلنا نستوعب بعض كده بما يرضي الله، ونحرص على بعض ونحوط على بعض اللي بيجمعنا مصلحه هذا النادي، وهنظل اخوه واصدقاء، وكل واحد يا سيدي هينسى الكلمه اللي اتقالت عليه، ومش هيقول على حد حاجه غلط باذن الله، لان النادي محتاج جهد جميع ابنائه، المتفق والمختلف على النقطه دي، بكره اتفق ويختلف على نقطه اخرى. نقفز من هذه النقطه الى النقاط الاهم. طب هو منتخب مصر اللي داخل على كاس العالم وداخل على مباراتين قد ينهوا ويحسموا وصوله لكاس العالم، اوغندا ماتشين البعض يراهم بساط، انا برا اي ماتش حرج مش بسيط، لان كره القدم ادي احنا شفنا عملنا ايه مع الفيصلي، ملاش دعوه بالمستوى المستويات. عايزين تحلل لنا استاذ ابراهيم الاول، وعلى فكره هنكلمكم تفصيلا على شكل النادي الاهلي الموسم الجديد، وعلى وضعه الافريقي، وعلى فرصه، وطب هو مين خرج ومين داخل، وهو ده الدعم ولا فقط بعض القوه. فعايزينك تبدا من هذه النقاط يا استاذ ابراهيم.